ورجعنا لحضراتكم من تاني، وزي ما احنا متعودين دايما حقيقة النجاحات اللي احنا بنشوفها او اللي بتتم ببلدنا دايما كل شوية نلاقي تطلع حاجة تضايقنا، خصوصا في مسألة الأسعار. يعني هو لما بيحب يضايق او يضايقوا المصريين او يعملوا أزمة يمسكوا في سلعة، السلعة دي سببها زي ما قلنا غياب الضمير، ده خلاص هنقول انه مش موجود، جشع التجار، الأزمة بتاعت التقاوي والبذور اللي احنا كلنا عارفينها في مصر، ان احنا بقت خلاص تحت رحمة القطاع الخاص طول الوقت، ما فيش تدخل من الحكومة فيها زي ما حصل الأيام اللي فاتت في أسعار البطاطس الطماطم غيرها، من يعني هي بتخلي الناس تعيش في حالة من حالات الغضب. الناس دي بتاخد المحصول تخزنه يسقعوه زي ما احنا بنشوف في الضربات اللي قامت بها الرقابة الإدارية ومباحث التموين، يمصوا دم الشعب لما يكون محتاج لكميات اكبر من السلع دي. خلينا نناقش الموضوع بشكل اوسع مع ضيفنا اللي منورنا النهارده في استوديو هالصباح، الاستاذ خالد حماد مدير عام بالاتحاد التعاوني المركزي. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. اهلا بك يا فندم. وكمان الاستاذ حاتم نجيب نائب رئيس شعبه الخضروات والفاكهه. اهلا بحضرتك، منورنا في هالصباح. اهلا وسهلا منورنا. الازمه فين؟ صباح الفل الاول على اخواننا المزارعين واخواننا التجار واخواننا المستهلكين في جمهوريه مصر العربيه. طبعا انا بشكر حضرتك على البرنامج وعلى التدخل الاعلامي الوطني المحترم عن الازمه الحقيقيه بتاعه البطاطس، لكن احنا عشان نتكلم في هذه الازمه لابد احنا عندنا ازمه بطاطس بس الاول. احنا عندنا ازمه، لا ازمه بطاطس يعني ده نقص في انتاج البطاطس. ده ما احنا عشان نتكلم الكلام ده لازم نوصف موضوع البطاطس في مصر بيتداول ازاي. طب لا بس سؤالي، هل عندنا منتج ناقص؟ المنتج نقص. نقص؟ بس بنقص بشكل انه يعمل ازمه؟ لا ما هو ما يعملش ازمه لانه تداول بشكل مش كويس. هسال برضو استاذ حاتم، احنا عندنا ازمه في محصول البطاطس انه يعمل ازمه رهيبه كده؟ نعم، لان طبعا الفلاح لما بيعزف عن زراعه منتج بيخسر فيه في عام، بيقلل المساحات بتاعته ويقللها ويعوضها في اصناف اخرى. ده ما حدث السنه دي في البطاطس. يعني الانتاج قل. الانتاج قل لكن احنا عايزين ندور المشكله. مساحه الزراعه قلت. اساس المشكله. طيب هخلي بس استاذ خالد يكمل وجهه نظره وارجع حضرتك تقول لي اساس المشكله ايه. اتفضل يا فندم. موضوع البطاطس عشان نتكلم عليه لابد ان احنا نوصف زراعه البطاطس ونجيب الاطراف المتعامله والمتداوله في البطاطس. كويس. من اول الانتاج لحد المستهلك. كويس. مين الاطراف اللي هي بتستورد البطاطس وبتستورد تقوي البطاطس؟ هنبدا بالتقاوي. هنبدا بكل حاجه. كويس. الاول عشان نقول موضوع البطاطس، موضوع البطاطس دول ثلاث عروات رئيسيين موجودين في مصر. التقاوي احنا ما بننتجش تقاوي نهائيا في جمهوريه مصر العربيه، ما عنديش تقاوي محليه. التقاوي كلها بتقاوي كلها خارجيه مستورده. بنجيبها منين؟ عندي خمس دول بنجيب منهم البطاطس، تقاوي البطاطس، بدايه رقم واحد هولندا، رقم اثنين انجلترا، فرنسا، المانيا، ايرلندا، او ايرلندا بعد كده المانيا. كويس. الخمس دول دول انا بستورد منهم البطاطس. مين اللي بيستوردوا البطاطس في مين مصر؟ مين اللي بيستورد التقاوي بتاعت البطاطس؟ مين اللي بيستورد التقاوي؟ طبعا كل كلمه بطاطس عن التقاوي، لان انا بادئ من التقاوي. لا عشان بس نوضح للساده المشاهدين لا يفتكر احنا محصول لا بطاطس مستورد. مين اللي بيستورد البطاطس التقاوي؟ مش مستورد. احنا بنصدر بطاطس. احنا بنصدر بطاطس؟ احنا بنصدر بطاطس. بنصدر لا ما هو بعد بقى شويه لسه. طيب. التقاوي. التقاوي اللي مين بيجيب التقاوي؟ بيجيبه ثلاث جهات. رقم واحد اللي بيجيب جهات الحكوميه الاتحاد المصدرين. اثنين جمعية العامة لمنتج البطاطس. ثلاثة الشركات العاملة في هذا الحقل انتاجا وتصديرا، يعيد التصدير البطاطس، وبعض الوكلاء. وهنا مربط الفرس. وبعض الوكلاء. العروة الرئيسية بتاعتي فين؟ العروة الرئيسية بتاعتي اسمها العروة الصيفي. اللي بتزرع من اول شهر ديسمبر في وشهر يناير، واخر حصاد ليا في البطاطس هو شهر خمسة وشهر ستة، 15/6 بتكون ما فيش ولا حباية بطاطس موجودة على الأرض الزراعية. كويس. عشان ما تتحملش الحرارة. كويس. الأزمة فين؟ الأزمة فين؟ الأزمة في عدم استيراد تقاوي صحيحة وبمواصفات كلاس A. احنا بنجيب مواصفات كلاس D وكلاس C. فإذا بنجيب المواصفات الأقل. احنا كان زمان كان عندنا أصناف تتحمل الحرارة وأصناف كانت بتدي إنتاج كويس جدا مميز، وبالتالي كان بيغطي السوق. إنتاجنا هل بيغطي الاستهلاك المحلي ولا ما بيغطيش عشان تحصل أزمة؟ مع الزيادة لا. مع الزيادة ومع التقاوي اللي أنا بجيبها غير طبيعية مش هتجيب لي بتقلل إنتاجية الفدان.
يعني اذا بعد لما انا يكون اخر محصول بيطلع عند 15/6 بعد كده بيبقى ايه موجود في مصر؟ لابد انه يخزن. التخزين بتاع البطاطس ده امر طبيعي. العروه الرئيسيه دي بتطلع لثلاث اتجاهات. رقم واحد الاتجاه التقاوي المحليه اللي بتكسر عشان تزرع فيما بعد في عروات مختلفه. كويس. رقم اتنين تصدير المنتج. رقم ثلاثة الاستهلاك المحلي. التلاتة دولت لما الحكومة تتنازل عن تدخلها، لأن دور الحكومة في التوقيت ده لابد أن يكون دور. لما الحكومة كانت بتفتح المجال أمام القطاع الخاص، ما هي فتحت المجال وهدوت برضو على قد ما هو فتحته ودوت كويس جدا، وإنما له أثار سلبية. القطاع الخاص كان دايما بيشتكي يقول لك يا الحكومة هتمسك كل حاجة، ما أدوني تدخل في الست. الحكومة لها دور مهم جدا. وإيه هو الدور؟ أن الدور الاستراتيجي تتدخل في وجود لما يكون فيه فوضى أو في ممارسات احتكار. طب أنا عايز أرجع للأستاذ حاتم، اتفضل يا فندم. بداية هو وصف المشكلة بشكل فني، ده حقيقي، ولكن إحنا عندنا قلة معروض. نعم، البطاطس طول عمرنا بنخزن بطاطس، ولكن ما حدث في الآونة الأخيرة في الثلاث أيام أو الأربع أيام اللي إحنا شهدناهم واللي حصل وارتفاع الأسعار والموجة اللي حصلت دي، ده سببه ايه؟ قلة قليلة. انا يعني متأسف، انا مش عايز اقول كلمة تجار جشعين، لا، احنا قلة قليلة. هؤلاء اصلا المجتمع، معذرة، هؤلاء منهم، يعني احنا سمعنا ان منتجين. حضرتك في الفاصل بدون ذكر تفاصيل قلت لي ان انت في بعض اللي سمعت عنهم تجار بطاطس، حضرتك ما تعرفش ازاي بقوا تجار بطاطس؟ طبعا، لان احنا اولا هم منتجين، ومنهم مصدرين، ومنهم وسطاء، ومنهم تجار. القلة القليلة من هؤلاء أساءوا إلى كل التجار الشرفاء. إحنا بنقول هؤلاء نزعت عنهم هذه الصفة، لأن التجارة مهنة شريفة، مهنة يعني كل الناس اللي بيشتغلوا في مصر، مش كلهم، إحنا أكثر من 75% من القطاع الخاص تجار، فما ينفعش نطلع نقول تجار محتكرين. دي أولا. ثانيا برضو إحنا عندنا فرق العروات. إزاي ما ينفعش نطلع على تجار محتكرين وكل شوية نصدر مخزن؟ أنا بقول إن هؤلاء القلة القليلة بيسيئوا للكل. أنا يعني بقول بيسيئوا إلى الجميع. ولكن إحنا بقول نزعت عنهم هذه الصفة لأنهم أساءوا إلينا. تمام. فإحنا بس بنحب نوضح للسادة المشاهدين، على إن حد بيتكلم من ناحية تجارية. نعم، ده من ناحية التجارية. إحنا مش بنعمم. لا، ده أكيد. لا، مش تعميم. القلة القليلة دي، القلة القليلة دي أساءوا إلينا. ويعني برضو حصل، إحنا عندنا فجوة ما بين العروة الصيفية وبداية العروة الشتوية. دي إحنا متعودين عليها دي حقيقة. ولكن المبالغات الكبيرة في الأسعار، أيوة، هي دي اللي إحنا وقفنا. وده برضو لا يخليني حضرتك بتقول أستاذ خالد بيتكلم كلام علمي. طيب أستاذ خالد، إحنا كل سنة وأنا كست بيت متعودة إن يحصل المشكلة بتاعة البطاطس كل سنة في نفس التوقيت، وتنزل بطاطس اللي هي المسكره اللي بتتحرق بسرعه. ده امر طبيعي. لا، جدا. اولا حاول بس، احنا ده زراعات. لا، غير زراعات. ايه اللي حصل السنه دي؟ هو المشكله كلها ان زي ما انا قلت ان العروه الرئيسيه في مصر اللي هي العروه الصيفي اللي بيتاخد منها ثلاث اشكال: تصدير واستهلاك محلي. ايوه، دي بقى يا استاذ حاتم اتخزنت. دي اتخزنت، دي العروه دي، ودي كل ده مخزن. العروه ده كله مخزن. ده هل في ناس عندك كانت مسيطره على التخزين بتاع؟ لا، داخل الاسواق. قبل داخل التخزين. الاسواق لا. التي تراقب من الدوله. هؤلاء لسه ما وصلتش للاسواق يا استاذ. هي بتتكلم على التخزين. التخزين ده بيبقى في الاماكن اللي فيها الزراعات نفسها، محطات فرز وغربله. لا، في ناس قالوا عندها ثلاجات. ما هو الثلاجات دي في نفس الاماكن. لا، الاول التخزين بيخزن فين؟ بيخزن في الارض. لا، مش في الارض. لا، البطاطس قلت لك لا تتحمل الحراره. لا، مش قصدي انها تتساب في الارض. المحصول بيتجمع. لا، بعد لما بيتجمع بيتصنف زي ما انا قلت لحضرتك الثلاث تصنيفات، وبيخش الثلاجات. بالظبط. وبعد لما بيخش الثلاجات هناك قرار وزاري من الدكتور يوسف والي. الحد تتداول الثلاجات البطاطس تخزينها ينتهي في 20 اكتوبر. كويس. ينتهي في 20 اكتوبر. يعني في 20 اكتوبر وهذا لازم قرار. كل المنتج اللي موجود في الثلاجه لازم يطلع بره السوق. يكون في السوق. ليه؟ لا، مش في السوق، لان احنا لو نزلنا الكميات دي في السوق، معذره بس، اولا احنا مع ان القرار الوزاري، لان احنا كنا ساعتها برضو عدد السكان مش زي دلوقتي. احنا طبعا زياده السكانيه، كل ما يبقى فيه زياده زراعه تيجي الزياده السكانيه تلتهم هذه الزياده. خلينا نتكلم بشكل اوضح شويه. الكميات اللي دخلت الثلاجات لو
لو طلعت مره واحده من بدايه شهر 10 في الاسواق هيحصل عندنا فجوه كبيره جدا في ارتفاع الاسعار. لكن مش معنى ده ان تثبت البطاطس دي ويحتكرها هؤلاء المستغلين المحتكرين، احنا ضدهم واحنا بنحاربهم، ولكن احنا عايزين تنزل تدريجيا. يعني الحمد لله الجهات المختصه الامنيه الجهات الرقابيه قامت بدورها كما ينبغي ووصلت لهؤلاء. احنا بقى بنتكلم على الفتره اللي جايه، ومش مهم النهارده احنا وصلنا لدول، احنا عايزين نشتغل على بكره حتى لا يبقى في لا يصبح في ازمه ولا يصبح في ارتفاع اسعار مره اخرى. ده اللي احنا عايزين نشتغل عليه. يعني احنا عايزين نوسع من الرقعه الزراعيه، نزود من المنتجات بتاعتنا، نشوف ايه المعوقات اللي بيقابلها الفلاح، لان احنا عندنا معوقات كبيره جدا. منها على سبيل المثال حضرتك ذكرتي التقاوي المغشوشه والتقاوي اللي بتجينا من الخارج، واخويا العزيز ذكر التقاوي اللي هي بتجينا فرز ثاني وفرز تاني. لا، لابد يبقى احنا عندنا اليه محترمه داخل وزارة الزراعة تحديدا، لأن المسؤولية الأولى عن أي منتج يزرع في مصر هي وزارة الزراعة. النهاردة أنا عندي على سبيل المثال الطماطم، طب ما احنا بقالنا كتير بندور على أن وزارة الزراعة تحط تقوي محلية. لا بس زمان. عشان ما نرميش الإيه، ما أنا آسف يعني ما نرميش التهم جزافا. لا احنا ما أدوار مش تهم. لا مش تهم. ولا تهم. لا دي مش تهم، دي حقائق. لأن احنا ليس لدينا إرشاد زراعي كافي، وليس لدينا ثقافة زراعية. لابد الحقائق تكون طبيعية. زي ما احنا بنتكلم في البطاطس، البطاطس زي ما انا قلت لحضرتك الاطراف المتعامله على البطاطس من اول الزراعه لحد المستهلك. صح. الكميات اللي جت كعروه رئيسيه طلعت منها وبتخزن. انا ما قلتش لحد الدكتور يوسف ولا لما طلع قرار الوزاره لحد 2010 ان كل الكميات تطلع 10، لكن انا عندي موجود مش موجود في بطاطس فريش موجوده. احنا متفقين، بس احنا متفقين على الخزينة. على الاوقات ليه على الخزينه، ما احنا عندنا نقص في البطاطس اللي موجوده ومتخزنه. لا بس انا هوضح التداول. البطاطس بيبدا ايه؟ انا عندي بطاطس فريش طلعت من الارض 15/10 انتهت خلاص، ما عنديش بطاطس مزروعه في الارض. تبدا تتخزن في الثلاجات بعد لما تصنف الثلاث تصنيفات وتطلع تداولا نهايه خروجها 2010. طب انا عايز بتخرج ليه؟ بس دي واحد استاذن حضرتك فضل. بتخرج ليه في اخر 2010؟ لان هناك عروه محيره اسمها عروه النيلي، بس لن تكفي. تنزل بقى في نهايه لا لا لا, لا, لا. انا مش عاوز تكفي. انا استخدام من البطاطس في السنه الآن موجود. لا يقل عن 200 300 انا لا يقل عن مليون وشويه. انا عاوز خليني اسمع استاذ عصام من سوهاج، عشان احنا دلوقتي عندنا احنا بندور على الازمه على فكره، مش بنهاجم التجار يا استاذ. طب ده كويس. لا احنا يعني او ايوه الازمه واقتراح عايزين نحل الازمه. ما هو انا اللي عمل الازمه تجار برضه، وبرضه اقتراح الحلول مش دلوقتي ولا على الازمه دلوقتي بعد بعض المحتكرين. معلش ارجع لنا تاني، ما هو لما يجي يحتكر سرعه احنا بنتكلم بعض المحتكرين، احنا ضدهم تماما. انا مش بعمم يا استاذ حاج. انا تاني انا مش بعمم، بس انا واحده من الناس كست بيت متعوده مستهلك. انا عارفه امتى توقيتات وانا مستهلك وانا بنزل اجيب الحاجه طبعا. انا من وجهه نظري انا كاسماء اتمنى ان يتم المقاطعه، خلوها عندهم تزرع. ما ينفعش يعني احنا ليس هناك بديل. ما بنقدرش نقاطع سرعة. لا 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 ده ليس بديل. يعني انت عارفه القيمه الغذائيه حصلت في المانجا، واحنا طلعنا وقلنا ان احنا لدينا قله معروض من المانجا، وقلنا وعرضنا ان اللي يجي ياتي من داخل اسواق المراقبه من دوله سوق العبور اكتوبر. طب عصام رجع لنا تاني عشان الخط بس ما يقطعش. يا استاذ عصام، استاذ عصام انت عندك مشكله في التليفون. انا ثاني مره اهو بوقف الكلام. حضرتك عندك مشكله في التليفون. بشكرك جدا. طيب بس بالنسبه للبطاطس، القيمه الغذائيه بتاعت البطاطس ايه والبديل بتاعها ايه؟ الكل يعلم ان البطاطس دي عباره عن ماده نشويه او ماده كربوهيدراتيه. كويس. لا، اولا البطاطس فيها الحاجه الوحيده فيها البروتين، وليس البديل بتاعها ولا الرز ولا البديل بتاعها الخبز العيش. يبقى اذا البطاطس لا يمكن الاستغناء عنها. انا مش بقول لكن للناس تستغنى عن الشيء الطبيعي. لا الشيء أنا مش الطبيعي انا بقول للناس تستغنى عن البطاطس. حل الازمه دي فين؟ والمتسبب في الازمه دي فين؟ تدخل الحكومه. اولا احنا عشان نكون واقعيين، الحكومه لها اليات. التجار الساده التجار المحترمين اللي كلهم قرايبي واخواتي قايمين بدورهم في العبور وفي اكتوبر وفي كل الاسواق اللي مراقبه من الدوله. امال الازمه طلعت منين؟ مش منهم ولا هم مسؤولين عنها اطلاقا، ولا هذا الاتهام حتى. لا الاتهام ده اتهام باطل، ولا يجوز اللي انا اقول عليهم اتهام. لماذا؟ مش عشان قرايبي، لان هم دول ده بيبيع. وصلوا للكميه دي ازاي يا فندم؟ هقول لحضرتك يا استاذ، هو ما عندوش. سيادتك يا فندم، عشان بس تبقى انت يعني توضيحا للساده المشاهدين وللناس كلها اللي بتشوفنا دلوقتي. طب معلش انا اسفه يا استاذ عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك الباشمهندس عصام من محافظه سوهاج. اهلا بيك يا باشمهندس. قريب لي.
انا طبعا انا مقيم في بيروت في لبنان، تمام؟ تمام. في بيروت؟ باجي كل سنة شهرين في مصر. كويس. انا حاليا في مصر. ايوه. يعني جيت صراحة من شهرين، الاسعار حاجة حلوة خالص. تيجي تسأل التاجر، طب يا عم يا ابو 3 جنيه ليه ب 15؟ ده احتقار تجار كبيرة احنا مالناش فيها، انت فاهم ازاي؟ طيب الواحد بيجي يقارن مثلا مصر بلبنان، لبنان هناك ما فيش اي موارد تماما، بلد عايشه على السياحه. صحيح. وطبعا اكيد انت عارفه حضرتك الحقيقه. لبنان غاليه قوي، ما تقارنش بالنبي. مش هنقدر. احنا ارخص دوله عربيه في مش هنقدر على المقارنه دي يا استاذ عصام خالص. ثواني بس واحد، ثواني بس معلش، انتوا استاذ الضيوف ثواني واحد. اتفضل يا فندم. تيجي لبنان مثلا بتاخد كل الخضار من دول بره، زي مصر مثلا بتاخد منها البطاطس والطماطم ومش عارفه ايه، بتيجي هناك تشتري كيلو البطاطس ب 500 ليره. عندنا الدولار هناك عامل 1500 ليره، يعني 500 ليره دولار بالظبط يعملوا من 6 جنيه ل 7 جنيه. طب ازاي انا في لبنان بيجي؟ طب ما هو ده كان سعرها هنا في مصر من شهرين، كان سعرها هنا في مصر. تمام. انا لسه متصل بالشباب امبارح، قالوا الاسعار ما بتتغيرش، الاسعار هي بس. لا ده مش حقيقه. انا يعني بشكرك جدا يا استاذ عصام، انا بنصحك انك تقعد بس في مصر فتره اطول شويه. ايوه الشهرين دول مش كفايه. اكمل بس. بس عشان خاطر استاذ عصام هرد على جزئيه اللي قالها ان التجار الكبار. اولا احنا كسوق العبور وسوق اكتوبر والاسواق اللي زينا مراقبه من الدوله، يعني حضرتك لو الصبح النهارده خدت عربيه. انا بنزل سوق العبور سوق اكتوبر جمله كتير، ما فيش مشاكل. صح كده، لان احنا بنسوق المنتج للمنتج الزراعي. أيوة. وبناخد نسبه العموله من 2% الى 7%. ما هو المزارع اصلا بيبقى خسران والله. لا يا فندم، ما احنا عايز اتكلم، انا بسوق له حسابه، هو باع بجنيه لحسابه، باع ب 10 لحسابه، وانا باخد نسبه عموله من 2% الى 7%. خلينا ان احنا نقول ده ونوضح للساده المشاهدين. عايزين نقول شيء، ايه هي الحلول؟ الاماكن اللي فيها البطاطس دي، اماكن الزراعات. انا بس بعيد على حضرتك، انا مش بتهم التجار. مش بتهم التجار ولا جاي حضرتك كشعبه احطك في موضع. لا 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 لا. لكن المواطن، اصل الحمد لله رب العالمين يا فندم، يا فندم معذره، المواطن ملوش دعوه بالخلفيات وبالابعاد دي. طبعا المواطن في الاخر بنزل السوق، هو معايا بقى قرشين، رايح اشتري 2 كيلو بطاطس على 2 كيلو طماطم. ما هو استاذ اسماء خلينا نوضح. او قوطه بلاش طماطم بنزل الاقيها غاليه. طب معلش، طب اماكن اللي فيها تخزين البطاطس والتصدير، وكمان التقاوي، وكمان الشكل اللي هو الوسطاء، دي اماكن اللي فيها الزراعات. يعني هم لما مسكوا راحوا فين؟ المنوفيه، الغربيه، الدقهليه، المنصوره، دي الاماكن اللي فيها زراعات البطاطس. فاحنا يعني الاسواق اللي بتجينا منها المنتجات دي بيجيبها اصحاب المنتجات دي يسوقوها داخل الاسواق دي. ده نقطه. وبعدين عايزين برضو نعيد تاني، احنا بنمر بحلقات تواصل كتيره جدا، الحلقات الوسيطه الكتيره جدا دي بتعلي السعر. عايزين نقللها ولا ما نقضيش على اصحابها، نرفع الاسواق العشوائيه من داخل القاهره الكبرى وتعيد ترتيبها وتنظيمها حتى تكون سهوله الرقابه عليها والوصول اليها. دي نقطه. النقطه الثانيه كمان ان تاجر التجزئه نفسه هو بيأدي خدمه. قلنا لابد تكون لدينا منافس توسع، الزياده التنافسيه، حتى يحدث اتزان داخل الاسواق، وما لا يعني ما حدش يحتكر حد ولا يستغل حد، وما حدش يطلع علينا. لان المواطن ده ما انا مستهلك زي ما انا برضه مستهلك، انا من خضار وفاكهه، طب انا مستهلك في لحوم، في دواجن، في اسماك، واحنا كلنا مستهلكين. لابد نوصل المعلومه دي للساده المشاهدين، لان احنا عايزين نحل الازمات دي. لما يبقى في ازمه وفي فرق في عروات ما بين الصيف والشتاء والعكس، يبقى احنا تتدخل. بس انا لا اقصد يا استاذ حاتم ان احنا دايما متعودين على فرق العروات في كل الخضار، يعني دايما متعودين على المواسم. ولكن بالظبط، ولكن لما يبقى فيه بقى قله قليله قامت ببعض الاحتكارات. ما هو القله القليله دي عملت ازمه. انا قلت اسمعيني يا فندم، لا اسمعني معذره، اسمعيني بس، انا ما بعفهمش من المسؤوليه. ده احنا بنقول الدوله تضرب بيد من حديد على هؤلاء. هو ده حصل، والحمد لله رب العالمين. انا بوجه كل التحيه للرقابه الاداريه. لما اتكلمنا عن الدوله احنا قلنا يعني الدور الرقابي اللي قامت بيه الدوله، ما هو المنتج اهو في السوق. يعني معنى كده ان ما عندناش. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ لا انا ما قلتش نقص، انا قلت حضرتك كنت بتقولي في الاول انه في ازمه. لا لا لا، ازمه في قله المعروض من الزراعه نفسها في الموسم الصيفي. في الموسم الصيفي اللي هو متخزن من الناحيه الفنيه. التخزين مالناش دعوه بيه، انا مش دعوه بالتخزين تماما، انا بتكلم على الزراعات نفسها وايه اللي حدث في الزراعات. يعني على سبيل المثال الطماطم اللي اتفيرست، عندنا قله معروض دلوقتي منها. هي غاليه ليه؟ لان قله المعروض منها هي ارتفاع الاسعار. خلينا نوضح كل حاجه بشكل يعني حقيقي على ارض الواقع. انا متفقه معاك انه كان في مشكله في تقوي الطماطم، وما زلت متفقه برضه انا مش عاوز اخش في الموضوع ده، لان الموضوع ده ضرب شركات. لا لا، دي واحده بس اسمعيني، في مشكله كبيره يا جماعه، بس عشان نتكلم من الناحيه الفنيه والناحيه العلميه.
انا لا اتدخل في الموضوع بتاع الفيروسة ولا غير الفيروسة، لان دي حرب شركات انا بعيد عنها ولا مش عاوز ادخل نفسي فيها ولا نتداولها. ولكن المواطن لن يعلم ذلك، المواطن يهمه انه ياخد المنتج. انا المنتج دوري الاساسي، دوري الاساسي ايه؟ دور الدولة الاساسي النهاردة مش هتكلم عنه. انا قلت لك ان وضع الدولة ده وضع استراتيجي، تتدخل في حالة لما يوجد هناك فوضى في الانتاج والتداول تبدأ تتدخل. صح. يبقى انا بالنسبة لموضوع البطاطس النهاردة لابد ان يكون من اول شهر البطاطس اتباعت بكام؟ من اول شهر 3 لحد شهر 5 كانت البطاطس بتباع ب 2 جنيه وب 3 جنيه اقصى حاجه، وخزنت على هذا الاسم. اولا تكلفه انتاج احنا ضد هؤلاء المحتكرين. ليه؟ لا مش مستغلين بعض دي واحده بس حاجه بعد اذنك. المساله مش مساله احتكار ولا غير احتكار، المساله مساله طبيعيه جدا. احنا استهلاكنا من البطاطس يفوق ال 2 مليون طن. الاستهلاك الشهري لا يقل عن 100,000 طن. تمام. وبنصدر من 300 لحد 600 700 الف طن، ده التصدير، ده المنظومة الطبيعية. المفروض ان يكون هناك داتا صحيحة موجودة، وزارة التموين اصلا لما تواجد تواجد الاستهلاك ليه؟ المحلي تقصد؟ طبعا الاستهلاك المحلي انتاج التقاوي والتصدير. اولا وزارة التموين تتدخل في حالة لما يكون هناك في ازمة. وزارة التموين ووزارة الزراعة الاتنين يتفقوا مع بعض عشان يفعلوا آلياتهم من التعاونيات الزراعية، ان هم يخزنوا طماطم لحسابهم لحساب الفلاح ويعملوا تفعيل دور التعاونيات في تسويق منتجات اعضائها. طماطم ولا البطاطس يا باشا؟ انا بتكلم على البطاطس بشكل عام. الطماطم انا بتكلم كمان. الطماطم دي قصه تانية. طب الطماطم اولا المجنونه ما اقدرش اخزنها غير قانونيه من الفيوم التخزين اصلا. الو، انا عاوز اخلي المصانع تشتغل في الطماطم. صح صح. اتفضل يا فندم. استاذن حضرتك نسمع التليفون. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي، انا ام اسماء من محافظه الفيوم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. بخصوص الموضوع اللي بتتناقشوا فيه، انا هنا من محافظه الفيوم، بالرغم من انها محافظه زراعيه الا اننا الاسعار عندنا في الخضروات مشويين اسعار غاليه. ايوه خالص، يعني لا 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 في اشراف من محافظ ولا من رقابه اداريه ولا، والبياعين بيبيعوا بهواهم وبمزاجهم. طب ما تقول لنا سوق ايه واحنا بلاغ على الهوا هو للرقابه الاداريه ولوزاره الداخليه، سوق ايه؟ لا هقول لحضرتك مش سوق ايه، جميع الاسواق. يعني لا، ما هو ما فيش حق، مش بعمم عشان بس التعميم. حضرتك بتنزلي سوق ايه؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا نظمنا في الفيوم ازاي؟ كان زمان شويه كان في سوق مثلا. حضرتك ساكنه فين يا فندم؟ انا ساكنه في شارع مصطفى باشا. ايوه، بتنزلي سوق ايه بقى؟ انا عايزه اعرف اسم السوق او المنطقه. انا اولا انا مريضه، بس زوج اللي بينزل يجيب. طب ربنا يعافي حضرتك. زوج حضرتك بينزل انهي سوق؟ بينزل سوق، هقول لك، سوق العريان. سوق العريان. طيب تمام. انا بشكر حضرتك جدا، بنتمنى ان وزاره الداخليه ومحكمه التموين تتوجه لسوق العريان، واحنا معانا بيانات حضرتك، ويشوفوا اللي حضرتك بتقولي عليه ده في سوق العريان، اذا ما كانش في رقابه هناك على السوق، بما انه ده سوق المفروض زمايلي بيقولوا لي معروف في الفيوم. بشكرك جدا. طيب اتفضل. عشان بنتكلم بنقول اولا احنا بنتوجه بالشكر لكل الساده المعنيين ان هم تفاعلوا، والساده المسؤولين ان هم تفاعلوا مع فعلا نبض الشارع، وقدروا من خلال طبعا وعلى رسوم رئيس الجمهوريه ان قدر يوجه الياته من الداخليه والرقابه الاداريه في 3 ايام. كانت وزاره الداخليه في الشارع ونفس البيع موجوده. ده انا برضو اناشد الرئيس ان التدخل ده وان كان حل فبيحل حل وقتي. طيب ده اللي انا بقصده يا استاذ حاتم، ده اللي انا بقصده. في ثلاث ايام على وجه التحديد وزاره الداخليه ظبطت 1632 طن. مش ظبطت، انا عايز اقول برضو على حاجه، البيانات لو قاعده البيانات موجوده والتخزينات اللي لا موجوده، لا لان الثلاجات لا ده تم ظبطهم يا فندم. بص يا فندم، ظبطهم ماشي يا فندم. انا الثلاجات دي طلعت بايه؟ مش بتصاريح. وبعدين في حاجه تاني، يعني هم خدوهم ده خدوهم بالسعر اللي قال عليه صاحب الثلاجه، اللي هم يعني ما اضروش بحد. ليه ما اضروش بحد؟ لا انا ما بقولش وزاره الداخليه اضرت بحد. انا بقول ان هي خدت ان هي المخزنه محجوبة عن الاسواق من المحتكرين. مين ايه اللي حصل؟ لا، من المحتكرين وطرحتها في السوق. دلوقتي بفضل الله تعالى لما تدخلت وزاره الداخليه ووزاره التموين والرقابه الاداريه، كل الشكر والتقدير لهذه الجهود التي بذلت، ولكن
ولكن احنا زي ما تفضل اخوي العزيز وقال ده حل وقتي، احنا عايزين نحل بكره عشان لا تصبح هذه الازمه. ازاي نحل ونحلها ازاي؟ ازاي نحل هل اليات حل التقاوي اللي هتيجي من بره نكتر كمياتها حتى يصبح الرقعه الزراعيه تزيد؟ هل ده يقعدوا الزراعه القطاع الخاص برضه طول؟ لا لا لا، ده انت ما حد، ده انت ما تعرفش يا استاذ حاتم ان هناك كارثه اصلا. اوروبا للاجواء وللتغيرات البيئيه والتغيرات المناخيه، مشهد مصر تغيرات مناخيه كبيره جدا. استاذنك اتفضل. ما انا قلت لك التقاوي دي بتزرع فين؟ التقاوي دي انسجه بتزرع فين؟ في مناطق بارده طبعا. كل الخمس دول او الست دول اللي انا ذكرتهم المساحه قلت والتقاوي زادت. هو اصلا تكلفه انتاج فدان البطاطس تفوق ال 40,000 جنيه. لا 50,000 جنيه. 50,000 انا قلت تفوق 50. فلما تفوق ال 40,000 بتجيب انتاج قد ايه؟ التقاوي اللي جت السنه اللي فاتت اللي احنا بنتكلم بصددها، اولا عشان نحل الازمه ما نتكلمش خلاص. الامر الواقع اللي احنا فيه لازم ننظر فيما جاي. فيما جاي اللي احنا عايزين نشوف فيما جاي المستقبل إيه؟ ما بيبقاش في ازمات. اقول بس التقاوي فضل التقاوي اللي موجود عندي، التقاوي اللي انا هجيبها ديت اذا جبتها بنفس اللي مش الهاي كلاس اذا يبقى انا هجيب انتاجيه قليله بتجيب من 8 10 طن. تسمعوا الناس، لان الناس محتاجين ان حضراتكم تسمعوهم. اكيد طبعا. ما انا لسه ما وصلتش الفكره لاقتراح الحلول ايه. استاذ احمد، طب رجعنا تاني استاذ رمضان من سوهاج. الفكره وبعد كده ايه؟ الو. اي يا فندم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بستاذن حضرتك، يعني بشكر حضرتك على الموضوع اللي حضرتك بتثيريه، مواضيع حساسه جدا، و وفعلا احنا محتاجين فعلا برنامج حضرتك ده يوميا لمناقشه مواضيع فعلا كويسه قوي بتفيد كل المواطنين في انحاء الجمهوريه كلها. بشكرك يا استاذ. انا كان ليا وجهه نظر، يا ريت لحضرتك ولضيوفك الاعزاء ان حضرتك بس يرجع حاجه اسمها الاسعار تتذاع الصبح في القنوات التلفزيونيه. احنا وافقنا على ده، احنا وافقنا على ده، وانا اول واحد وافقت على هذه الاسعار ورئيس الغرفه مشكورا. والناس المراقبين في الدوله يقولوا النهارده البطاطس دي سعرها النهارده للمواطن 10 جنيه من ل 13 جنيه. حاضر، دي فكره جميله جدا يا استاذ احمد. ويجي المواطن، ويجي المواطن ليه خطوط اتصال يقول بقى انا طبعا بشكر حضرتك جدا، وانا بقى حاضر انا وزمايلي، وشكرا لوعيك، وده هيبقى معانا يوميا في البرنامج. يا ريت يا شباب نعمل ده. فعايز اقول لكم ان ده موجود في مواقع كتير جدا، يعني مواقع الكترونيه كتيره جدا كل يوم، وكان في الراديو زمان. ما اعرفش دلوقتي الوضع اتغير. عندنا متحدث اعلام، وانا بنفسي بشكل يومي بنعلن على اسعار الخضار فك للجمله، وبنقول دي ما هي المشكله مش بتبقى في الجمله، في الجملة. المشكله في احنا قلنا الحلقات الوسطى جدا. استاذ رمضان من سوهاج. يا استاذ رمضان، استاذ رمضان، طب معلش رجع لنا تاني. معلش يا جماعه، يعني انا اسفه جدا، بيحصل ضغط على الخطوط، بيبقى غصب عني. المشكله مش في سوق الجمله يا استاذ. انا عارف ده، الحلقات الوسيطه ما بعد الجمله. ما احنا قلنا ليه؟ عشان نقلل الحلقات الوسيطه دي وما نقضيش على اصحابها. طب ما عشان كده ما الدوله بتتجه هو احنا للمناطق الجزئيه منذ سنوات. بعد اذن حضرتك، طب مين يحب يعرض وجهه نظره؟ منذ سنوات، اتفضل يا فندم. اتفضل حضرتك. منذ سنوات واحنا بنناشد وزاره التموين ان هي تتدخل تعمل اتزان حقيقي داخل الاسواق. الحمد لله رب العالمين استجابوا، وحصلت مبادره وزاره التموين خضار بلدنا او يعني اي مسمى. المهم ان هم طرحوا كميات كبيره جدا داخل المنافس اللي هي الشركه القابضه للصناعات الغذائيه، وكمان القوات المسلحه بتقوم بدور بطولي، ووزاره الداخليه اللي هي شايله كل شيء داخل الدوله. ده كويس جدا، ده امتياز. احنا بقى لما نيجي نقول الشباب عايزين نوفر فرص عمل ونخلق حاجه اسمها الزياده التنافسيه، بحيث ان انضباط الاسعار. طب ما هي الدوله نزلت الثلاجات ونزلت العربيات المتنقله. خليني طب اكمل، خليني اكمل. اتفضل. الثلاجات دي بتبقى في شكل مثلا في حي، طب وبقيه الاحياء في شارع وبقيه الشوارع؟ لما يبقى الشباب دول ليهم اماكن بتزين محترم على اعلى مستوى وشكل جميل حضاري، ونوفر فرص عمل، وكمان مش خضار وفاكهه بس، كل السلع الغذائيه بسعر هوامش ربح تكون عادله وليست جائره. ده هيوفر كمان عدد، يعني يزود مساحه التداول ويخلق فرصه تنافسيه كبيره جدا، يقضي على بعض المحتكرين، ويوجد اليه لانضباط الاسعار. ده شكل، دي نقطه. استاذ رمضان من سوهاج رجعنا تاني، وهتدي فرصه استاذ خالد يقول يتكلم، وهرجع لحضرتك مره تانية. استاذ رمضان معاك يا فندم. اي فندم اتفضل. في هنا يا فندم سوهاج قريه طمة. قريه ايه؟ طمة. قريه طمة. اهلا وسهلا. ايوه يا فندم. ايوه هنا في الاسعار غاليه قوي يا فندم. الطماطم ب 15 جنيه والبطاطس ب 10 وب 12.
سوق ومحدش لاقيه. سوق ايه؟ سوق ايه يا لا صديق؟ هو مين سوق يا فندم؟ الناس اللي بتلف كده على البيوت. طب والسوق اخباره ايه؟ السوق برضه اغلى منه يا فندم. يعني السوق عندكم اسعاره عامله ازاي؟ سوق اسمه ايه السوق؟ سوق طمة يا فندم. سوق طمة. ايوه. طب انا هقول لك على حاجه، يعني احنا بنتمنى انه يحصل تدخل، تنزل الرقابه، شوف سوق طمه وقطعوهم بقى البعين اللي بيلفوا على البيوت دول. أيوة شويه. ايوه طبعا، لان ده قطعوهم شويه بجد، لانه يعني ده الحل يا استاذ رمضان. ناخد عشان نرجع لاستاذ خالد. مين معايا يا شباب؟ انا الاسم مش واضح. يا الا انا استاذ حسام. ايوه يا فندم، صباح الخير. صباح النور يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم. معلش، هو حضرتك كان في متصل من شويه قال ان احنا نعمل الاسعار ديت، ننوه عنها في الراديو او في التلفزيون كل يوم صباحا. ايوه. ايه الاليه اللي يعني البياعين اللي في السوق دوت هينفذوا الكلام دوت بالاسعار ديت؟ هنسمع استاذ حاتم نجيب هيقول لنا ايه. طيب ماشي. هنرد عليك يا استاذ حسام وهنسمع استاذ حاتم نجيب يقول لنا ايه الاليه ان الناس تلتزم بالاسعار. استاذ ايهاب من دمياط اتفضل. طب ارجع. ايوه اتفضل. أنا شايف بصراحة إن في حرب على الشعب المصري وعلى الرئيس السيسي. دي مؤامرة على الشعب وعلى الرئيس السيسي، لأن ما حصلتش في تاريخ مصر إن الأسعار توصل للطريقة دي. الإرهاب فشل معاهم وكل حاجة فشلت معاهم، فهم النهاردة بيشتغلوا على قوت الشعب المصري. فحرام، الجهات الرقابية كلها نايمة. لما بطاطس يوصل بالسعر ده والطماطم يوصل بالسعر ده. لا، الجهات الرقابيه مش نايمه، بس اللي مسؤولين عن موضوع الزراعه ده وزاره التموين ووزاره الزراعه. هي الرقابه دخلت لما حصلت ازمه. مفيش موظف شايف شغله. الرز النهارده ب 10 جنيه في اول الموسم، يعني معنى ذلك ان في رمضان هيجيبه ب 20 جنيه بقى. يبقى هنستنى ايه؟ هنستنى لما الشعب يجوع؟ كل واحد يشوف شغله. ده مش هيحصل في موضوع الرز، ما تقلقش خالص. احنا كان لسه وزير التموين مدينا تصريحات على موضوع الرز، ده مش هيحصل، لكن كل واحد طبعا محتاجين ان هو يشوف شغله. دكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه. دكتور حامد صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذه اسماء. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور حامد. احنا مرارا وتكرارا يعني كان لينا حديث مطول عن ازمه البذور والتقاوي والاستيراد، لحد ما بقينا بندخل في ازمه محاصيل زراعيه كبيره جدا. ويعني يمكن كان في تخوف من ضيفي الاستاذ خالد حماد انه ما يكونش في بذور تقاوي للبطاطس في الموسم المقبل وتعمل ازمه. لا، هو ان شاء الله اعتقد مش هيكون في مشكله بالنسبه لتقاوي البطاطس. ليه؟ يعني احنا مش عاوزين نتوقع حدوث ازمه يعني، لكن ان شاء الله. التقاوي المحليه يا حامد بيه. التقاوي المحليه، كسر المحلي اللي انا اصلا كنت في مخزن في الثلاجات لثلاث اصناف، منهم التقاوي، الاستهلاك المحلي والتقاوي. التقاوي دي بتزرع في اليومين دولت عشان تديني انتاج في شهر واحد. اولا البطاطس هتبدا خروج البطاطس الجديده عندي من 20/11 وانت عارف. بالظبط بالظبط، وتنفرج الازمه. وتنفرج الازمه، لكن انا بتكلم على العروه النيل المحيره اللي بتبدا تزرع اليومين دول. انا عندي بالزبط. في بعض الاماكن بتزرع. المشكله كلها في التقاوي اللي موجوده. اذا ضخيت الانتاج كل بتاع للسوق المحلي، هناك تقاوي هتبدا موجوده، هناك قصور في زراعات. الازمه كلها يا حاتم بيه، التقاوي دي لازم تاخد حساب حامد. لازم تاخد حساب التقاوي دي وتبقى عارفها وتوزعها على المزارعين وتتعاقد معاهم على الانتاج بسعر عادل يحقق هامش الربح للمزارع، ثم بعد كده تضخها في السوق عشان يبقى هناك استمراريه. طب رده بس. ارجوك يا استاذ خالد. هو بس فضل. حضرتك عارف ان وزاره الزراعه ما يعني ما بتستوردش تقاوي، لكن حضرتك التقاوي دي تخص مستوردين. وليه ليه ليه يا دكتور حامد ما يتمش تعديل هذا القرار؟ لان كل المزارعين بتشتكي الحقيقه من التقاوي والبذور المستورده وان هم تحت رحمه القطاع الخاص. احد المصدرين. مفيش قطاع خاص يا استاذه اسماء، ما هي كلها شركات وطنيه. اصل احنا مش معقوله كل حاجه تعملها وزاره الزراعه. وزارة الزراعة هي وزارة إنتاج وإرشاد. طب ما فيش توازن في السوق دلوقتي يا دكتور حامد، ما فيش توازن في السوق يعني. لا يا فندم، إحنا بس كل ده بيتم تحت إشراف وزارة الزراعة برضو، يعني علشان حضرتك تكوني مطمئنة وكل المشاهدين. يعني من ناحية جودة التقاوي وسلامتها وصلاحيتها بيتم كله تحت إشراف وزارة الزراعة. طب ما هو إيه أزمة الطماطم الأخيرة كان سببها بذور.
هناك كيان حكومي. ما هو احنا خدنا الاجراء، احنا خدنا الاجراء المناسب ضد الايه، ضد المستورد. ما هو يا فندم الاجراء ده في الاخر انا عندي بيحصل لي ازمه اسعار في السوق، قله معروض، قله معروض، والمستهلك بيعاني وبناء عليه بترتفع الاسعار. ف ارد اعلق عليه تعليق، معلش بس ندي فرصه بس للاستاذ حاتم. يا دكتور انا الاستاذ حامد، ازي حضرتك يا دكتور حامد؟ الحمد لله. يا دكتور احنا عندنا ازمه في البطاطس وعندنا ازمه في الطماطم من قله المعروض منها داخل المساحات المزروعه، الطماطم تحديدا. احنا عندنا ازمه، احنا عندنا ازمه حقيقيه، ولابد ان حضرتك والساده المسؤول، واحنا اشرنا الى ده عده مرات، قلنا لابد ان احنا يكون لدينا ارشاد زراعي كامل، احتكاك بينه وبين الفلاح. يعني انا بشكر قناه مصر الزراعيه، نعم بتؤدي رساله، ولكن ما بتوصلش يا دكتور. اتفضل يا دكتور حامد. احنا عندنا يمكن زي ما بيقول الاخوه، احنا عندنا قناه مصر الزراعي بتقوم بدور ارشادي، واحنا من خلال الحملات القوميه والندوات الارشاديه لجميع المحاصيل ده ايضا دور ارشادي مهم. ده كان عندنا عجز في مهندس الارشاد، لكن احنا بنحاول ان احنا نعوض هذا العجز بكل العناصر اللي انا قلتها لحضرتك. طب الحل الازمه فين؟ هل هتظل وزاره الزراعه لا تتدخل في استيراد التقاوي والبذور؟ لا طبعا حضرتك، بالنسبه لاستيراد التقاوي والبذور ليها معايير معينه وبيتم تطبيقها على اي مستورد. خليكي خليكي عشان عاوز اعلق. المستورد بيتحكم في السعر يا دكتور حامد. خليه موجود السعر يا فندم، ده بيكون ليه علاقه بالانتاج. بالانتاج ايه يا دكتور حامد؟ يعني البذور بتاعه الطماطم كانت ب 1500 جنيه، المزارع كان بياخدها ب 4000 جنيه ومخشوش يا فندم. عموما انا اعتقد ان شاء الله في المرحله اللي جايه مش هيكون في مشكله بالنسبه للانتاج، واكيد كل المشاكل اللي حصلت قبل كده هناخدها في الاعتبار احنا كوزاره. اتكلموا بقى، عاوز اقول له ان شاء الله سريعا. احنا بس بنقول ان لابد، يعني كنا نتمنى نسمع رد شافي لينا من وزاره الزراعه وللساده المشاهدين، ولكن والتموين. يعني ولكن لا التموين ان شاء الله يرد علينا. فخلينا نقول ان احنا لابد يكون لدينا قاعده بيانات حقيقيه من خلال بنك المعلومات التي توفره وزاره الزراعه للفلاح، وانا تحديدا بعني صغار الفلاحين، بين الانتاج والاستهلاك والتصدير، حتى يحدث هذا التوازن الحقيقي داخل الاسواق. الثاني اللي انا بأشير اليه رفع الاسواق العشوائيه واعاده تخطيطها وترتيبها برضه لكي تحدث اتزان حقيقي داخل الاسواق. التوسع في المنافذ وفي كل احياء مصر وفي كل محافظات مصر حتى تحدث اتزان داخل الاسواق ضد المحتكرين التجار القله القليله. طيب بشكرك جدا، بشكر حاج جدا. احنا يعني اتفضل يا فندم كلمه واحده. كلمه واحده؟ اتفضل. ما انا خلاص. طيب ايه؟ انا بس عاوز ان انا لابد ان انا اشوف موضوع التقاوى واشوف موضوع الانتاج واشوف موضوع ان انا اقدر اعمل شراكه مع روسيا عشان اقدر اوصل للي انا اي مكان يا فندم القرار. انا يعني هنا مش بتكلم على يعني دوله محدده بعينها. شكرا للاستاذ خالد حماد مدير عام بالاتحاد التعاوني المركزي، نورتنا. شكرا للاستاذ حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهه، شكرا نورتنا يا فندم. كل مشاهدينا، انا عارفه انه اي حد من المواطنين اللي بيسمعني، ست البيت اللي موجوده اللي قاعده، ربة الأسرة، رب الأسرة، لا يعني أي شيء من اللي أنا بقوله غير أنه عايز لما ينزل يشتري الخضار من السوق يشتريه بسعر عادل يتناسب مع سعره الحقيقي. وإحنا عارفين أنه بيحصل في تغيير مواسم ارتفاع الأسعار، لكن إحنا حقيقي ما عندناش أزمة سلعة، إحنا حقيقي عندنا أزمة ضمير. تاني هكرر كلامي اللي إحنا قلناه، أيوة ما بين أنه لازم حقيقي من ضمن المشروعات القومية اللي تعود في مصر مرة تانية هي التقاوي والبذور والسمنت. لازم ترجع مصر تاني، لازم يكون القطاع الخاص موجود. اهلا وسهلا، احنا مش ضد القطاع الخاص، بس ما ينفعش نسيب الامن الغذائي يتلاعب به بعض التجار القله القليله زي ما ضيف الكريم بيقول او اي مكان. شكرا مره تانيه للاجهزه الرقابيه ووزاره الداخليه على تحركهم، واعتقد اتمنى انه ده يكون رادع بقى لاي شخص يتوقع ان هو في يوم من الايام ممكن يخزن سلعه او ان هو يتلاعب بقوت المصريين. اشوفكم بكره على خير وحلقه جديده من هذا الصباح. تحياتي لكم أسماء مصطفى.